كان الله قد قرر أن يحفظ هذا الدين. يحفظه بماذا؟ كان الله قد قرر أن يقلع الشجرة الملعونة في القرآن، لكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. استطاعة ربنا أن يجبر الناس على طاعته وأن يمنعهم عن معصيته، باستطاعة الله أن يمنع الظلم والطغيان والعدوان ومحاولاته الانحراف بالدين، لكن ربنا يمتحن عباده ولذلك خلقهم مختارين. ينصر دينه ليس من خلال الإجبار، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، لا، ليست هذه سنة الله، وإنما عن طريق بعث الرسل، إنزال الكتب، ثم هداية بعض عباده. كان الله قد قرر أن يحفظ هذا الدين. يحفظه بماذا؟ يحفظه بالنبي وبأهل بيته رسول الله. وما قام به الإمام الحسين كان لقلع الشجرة الملعونة وتثبيت شجرة الإيمان في هذه الأرض.